التواصل يستمر وانطلاقة الشوط الرابع عشر، نتابع وإياكم في هذه اللحظات اندفاعة هذا الشوط والمقدمة والصدارة في هذه اللحظات. المراكز المنطلقة والمقدمة هناك مع بشاير على المركز الأول وعلى المقدمة، نتابعها بهذا الشعار. هنا بشاير لسعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز بن حمد الثاني وأيضا منها حسين بن محمد بن سفران المري في عملية التضمير، بينما المركز الثاني ورد دخول في هذه اللحظات من الجانب الأيسر، نتابع وإياكم شمس اللي هجنم الزبار وبقيادة حمد بن سالم بن زاهر المري، مع شمس من يضمرها، بينما المركز الثالث تصل في هذه اللحظات وتغير بدورها إلى المركز الثاني اللي هي ثقة لهجنم الزبار وبقيادة مبارك مصرير المري. المركز الرابع من بدأت بدورها تخرق الجموع وتغير مباشرة إلى مقدمة الشوط، هنا نتابعها اللي غيرت إلى مقدمة الشوط في هذه اللحظات. نتابع هنا اللي هي حلب لهجن المزبار وبقيادة مبارك بصرير المري، ولكن شوفوا من الجانب الأيمن، الله على هذا التسلل من الجانب الأيمن اللي تسللت هناك بحرية، يا سلام يا بحرية لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد الثاني وبقيادة حمد بن طالب بن عمارة المري، بينما أرى الوصول في هذه اللحظات والقدوم من السداري لهجنم الزبار وبقيادة ناصر بن حمد بن مسفر الشهواني، من يتابعها ويرافقها وتغير إلى مقدمة الشوط، ولكن شوف اللي واصل على المركز الثالث وتغير مباشرة هذا الشوط، شوط تغييرات من انتصفت المسافة وهنا تغيير إلى مقدمة الشوط، وإن دل يدل على التنافس، يدل على التنافس الشيق، يا سلام. غيرت هنا في هذه اللحظات هيبة، أول ندى لهيبة لهجن المزبار وبقيادة جابر بن علي بن نجم المري مع هيبة، يا سلام يا سلام. المركز الثاني نتابع في هذه اللحظات، المركز الثاني السداري هجن المزبار ناصر بن حمد بن مسفر الشهواني، من يتابع المركز الثالث نتابع الوصول من بحرية سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن احمد الثاني ويضمر حمد بن طالب بن عماره المري. المركز الرابع اللي بدأت تغير بدورها في هذه اللحظات الدوحة لهجنم الزبار وبقيادة جابر بن علي بن نجم المري. المركز الرابع نتابع هناك بشاير لسعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز بن حمد آل ثاني ويضمرها حسين بن محمد السفران، من يتابعها ويرافقها، بينما أرى اسم جديد تتدخل في هذه اللحظات، معذورة لهجنم الزبار ومع فاران بن محمد بن قريع المري، يغير من مركز إلى مركز إلى المركز الثاني، من المركز الخامس مباشرة إلى ثاني المراكز. هنا نتابع الشعار الغرفاوي يصل في هذه اللحظات مع رسلان هجن الغرافة سعيد بن راشد الزعبي في المتابعة في هذه اللحظات، نشاهد وإياكم ونعود إلى المقدمة، نعود إلى هيبة يا سلام يا هيبة على المقدمة، وركز يا بن نجم مع هجن أم الزبار مع انطلاقة هيبة اللي في مقدمة هذا الشوط تنطلق وتندفع مع المركز الأول، الله على هذا الأداء، ومع الكيلو الأخير الكيلو الخطير بوابة العبور إلى الناموس، يا سلام يا سلام يا هيبة. هجن أم الزبار جابر بن علي بن نجم المري، من يتابعها ويرافقها، المركز الثاني نتابع معذورة هجن أم الزبار فران بن قريع في المتابعة، المركز الثالث نتابع الوصول من اللي واصله هناك الدوحة هجن أم الزبار جابر بن علي بن نجم المري. المركز الرابع هناك نتابع رسلان هجن الغرافة سعيد بن راشد الزعبي في المتابعة، شعار هناك المركز شعار الأشواط الرئيسية للإنتاج، نتابع يصل في هذه اللحظات وقدوم هناك من اللي واصل في هذه اللحظات الشامخة لسعادة الشيخ مشعل بن عبد الله بن عبد الرحمن عبد الرحمن الثاني وبقيادة بن جار الله، يا سلام. ولكن نعود إلى المقدمة، نعود إلى من أيضا فرضت هيبتها في هذا الشوط، ما شاء الله تبارك الله، انطلقت اندفعت بهذا الشعار هجن أم الزبار هذه المؤسسة العملاقة، يا سلام يا هجن أم الزبار، سلام على هذا الأداء والتميز هنا في هذه اللحظات مع هذا الشوط وانطلاقة هيبة لهجن أم الزبار ومع جابر بن علي بن نجم المري، وسلمت يمينك يا بن نجم، سلمت يمينك على هذا التضمير وأداء هيبة إلى خط النهاية، تهانينا لهجن أم الزبار، تهانينا على هذا الفوز وساعة وصولها إلى خط النهاية، تهانينا أيضا لجابر بن علي بن نجم من يضمرها، بينما المركز الثاني من تصلنا هنا
معذوره لهجنوم الزبار وبقياده فرام بن محمد بن قريع المري المركز الثالث، الدوحه هجنوم الزبار وبقياده جابر بن علي بن نجم المركز الرابع، المركز الرابع بشاير لسعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز بن حمد الثاني ويضم الحسين بن محمد السفران، المركز الرابع أو المركز الخامس، المركز الخامس لترحيب لهجنوم الزبار وبقيادة عبد الله بن علي بن حمد بن سلامة الهاجري. شاهدنا هيبة، هيبة من فرضت هيبتها في هذا الشوط وسجلت الناموس المستحق 6 دقائق 11 ثانية 57 جزء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز لهجنوم الزبار، والثانية وصولا لجابر بن علي بن نجم المري على فوز هيبة في هذا الشوط. تهانينا على هذا الناموس. المركز الثاني وصلت معذورة على المركز الثاني، هنا توقيتها الزمني 6 دقائق 13 ثانية 99 جزء من الثانية. تهانينا لهجنوم الزبار ونهني فران بن محمد بن قريع المري هنا أيضا من قاد معذورة إلى خط النهاية. بينما المركز الثالث، المركز الثالث وصلت الدوحة لهجنوم الزبار، توقيتها 6 دقائق 14 ثانية 75 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لهجنوم الزبار، والتهنئة موصولة لجابر بن علي بن نجم المري.